هذا ما يجب أن تعرفه عن الستيرويد. من المحتمل أنك رأيت سابقا أحد الرياضيين وفكرت من المستحيل امتلاكه هذه البنية العضلية طبيعيا، لابد أنه يستخدم ستيرويدات. ربما كنت على حق، فقد اجتاح استخدام ستيرويدات بطولات ألعاب القوى وكمال الأجسام خلال العقود القليلة الماضية، مع أنها محظورة. فما هي الستيرويدات؟ وهل هي بهذا السوء لك؟ الستيرويدات هي عائلة كبيرة من المركبات، تسبب مجموعة متنوعة من التأثيرات اعتمادا على نوعها ومكان تأثيرها في الجسم. يوجد نوعان رئيسيان من الستيرويدات المستخدمة دوائيا حاليا، الكورتيكوستيرويدات والستيرويدات الابتنائية. تعد الكورتيكوستيرويدات أكثر شيوعا، من أفضل الوسائل لكبح الالتهاب والشفاء من الإنتان. هذه الأدوية هي أشكال مصنعة من هرمون الكورتيزول، الذي يعد أحد هرمونات الكر والفر، إضافة إلى أنه ينظم مجموعة من الوظائف في الجسم، من الاستقلاب حتى الجهاز المناعي. الاسترويدات الابتنائية. إذا كنت ترغب في بناء عضلاتك، فإن الكورتيكوستيرويدات ليست النوع الصحيح من الاسترويدات. الاسترويدات الابتنائية أو الاسترويدات الابتنائية الأندروجينية هي نوع مختلف من الأدوية، وهي أدوية غير قانونية في معظم الدول في العالم، ويمنع صرفها دون وصفة طبية. هذه الأدوية تحاكي هرمون التستوستيرون، وهو هرمون جنسي ذكري، وهي معروفة بإساءة الرياضيين استخدامها لكسب أفضلية والتفوق على منافسيهم عفوا. إذن كيف تساعد الهرمونات الابتنائية على بناء عضلات الجسم بهذه السرعة؟ يعد التستوستيرون الهرمون الجنسي الرئيسي عند الذكر، ويتحكم في تطور الأنسجة التناسلية الذكرية متضمنة الخصيتين، ويعزز التستوستيرون أيضا إنتاج البروتينات التي تشكل العضلات ويزيد من كثافة العظام. الاسترويدات الابتنائية الأندروجينية المصنعة هي مشتقات تستوستيرونية، وتملك تأثيرا مشابها للتستوستيرون في الجسم. ترتبط الاسترويدات الابتنائية الأندروجينية بمستقبلاتها. مستقبلات الأندروجين في الخلايا، يدخل الشكل المعقد المكون من الاسترويد والمستقبل إلى النواة، حيث يؤثر في النواة بواسطة نشاط جينات محددة، خاصة المسؤولة عن البلوغ عند الذكر وصنع البروتين. تزيد هذه الجينات من إنتاج بروتين أكثر من المعتاد. هذه البروتينات الإضافية تشكل البنى الأساسية للعضلات، ومع تزايد الإنتاج البروتيني يزداد نمو العضلات. هذا ما يسمى الابتناء. تسرع الاسترويدات الابتنائية أيضا من قدرة جسمك على تحطيم الجزيئات المعقدة وتحويلها إلى جزيئات أبسط، وهو ما يسمى الأيض الهدمي، الذي يؤمن الطاقة للخلايا العضلية. كلما كانت هذه العملية أسرع، كان الوقت اللازم لإنتاج الطاقة الضروري لأداء التمارين أقل. هذا الأمر مفيد جدا لك إذا كنت رياضيا، إذ أنك لا تبني كتلة عضلية بسرعة أكبر فقط، إنما تحتاج أيضا إلى وقت راحة أقل بين تمارينك. يبدو ذلك معجزة تبني العضلات، لكن الاسترويدات الابتنائية قد تملك آثارا طويلة الأمد في من يسيئون استخدامها. تتنوع الآثار الجانبية الناتجة عن إساءة استخدام الاسترويدات الابتنائية بين الرجال والنساء. قد يعاني الرجال نقصا في تعداد النطاف والعقم وتضخم الثدي، وازدياد خطورة الإصابة بسرطان البروستات، في حين قد تعاني النساء ازديادا في نمو شعر الجسد وفقدان أنسجة الثدي واضطرابات في الدورة الشهرية والصوت أعمق. إضافة إلى أن الاسترويدات الابتنائية تزيد من خطر حدوث مشكلات أخطر لدى الرجال والنساء، يرتبط سوء استخدام هذه الاسترويدات بخطورة أكبر لحدوث النوبات القلبية وقصور الكبد والكلية وتخثر الدم وارتفاع الكوليسترول، ويعد استخدامها في مرحلة البلوغ تحديدا سيئا، لأن ازدياد كثافة العظام باكرا قد يسبب خللا في النمو، وربما يسبب عواقب إدراكية تتضمن نقصا في الانتباه وزيادة في الانفعال، أو ما يعرف بثورات الغضب. هذه ليست سوى الأعراض التي يدركها العلماء، في حين تبدو الاسترويدات حلا سريعا، فإنها قد تملك مضاعفات خطيرة على صحتك، ولا يجب عليك استخدامها عشوائيا. كيف تعمل الاسترويدات؟ تعد الاسترويدات نسخة مصنعة من هرمونات تنتج طبيعيا
بواسطة الغدتان الكظريتان، وهما غدتان صغيرتان موجودتان فوق الكليتين، عندما تؤخذ بجرعات أكبر مما ينتجه الجسم، فإنها تخفف من الإحمرار والتورم أو الالتهاب، ما يجعلها مفيدة في العديد من الاضطرابات الالتهابية كالربو والإكزيما. أيضا تقلل استرويدات من نشاط الجهاز المناعي الذي يمثل دفاعات الجسم الطبيعية ضد المرض والإنتان، ما يجعلها أدوية فعالة في الأمراض المناعية الذاتية كالتهاب المفاصل الرثوي والذئبة التي تحدث عندما يختل الجهاز المناعي ويهاجم الجسم. ما هي الأشكال الدوائية للاسترويدات؟ توجد العديد من الأشكال الدوائية للاسترويدات، أهمها الأقراص والشراب أو السوائل مثل البريدنيزولون، أجهزة الاستنشاق أو الرذاذ الأنفي مثل البيكلوميتازون والفلوتيكازون، الحقن وتعطى في المفصل أو الوريد مثل ميلبريدنيزولون، الدهانات مثل كريم هيدروكورتيزون للجلد. لا يمكنك الحصول على أغلب هذه الاسترويدات دون وصفة طبية، لكن يمكن شراء بعضها مثل بعض الكريمات والرذاذ الأنفية دون وصفة من المتاجر والصيدليات. الآن، ما هي الآثار الإيجابية للاسترويدات؟ لا تسبب استرويدات عند تناولها فترات قصيرة بجرعات محدودة آثارا جانبية خطيرة، لكن أحيانا قد تسبب آثار جانبية مزعجة مثل زيادة الشهية وتقلبات المزاج وصعوبة في النوم، وهذه الآثار الجانبية الأكثر شيوعا لأقراص استرويدات. تزول هذه الآثار عادة بعد انتهاء العلاج، لكن لا تتوقف عن تناول دوائك دون التحدث إلى طبيبك، لأن إيقاف جرعة العلاج الموصوفة قد يسبب المزيد من الآثار الجانبية المزعجة، وهو ما يسمى في ميدان الطب بالأعراض الانسحابية. ما هي استخدامات استرويدات؟ تستخدم لعلاج مجال واسع من الاضطرابات كالربو وداء الانسداد الرئوي المزمن، الحمى القرمزية والبثور والإكزيما، ألم المفاصل والعضلات كالتهاب المفاصل ومرفق لاعب التنس والكتف المتجمدة، الآلام الناتجة عن تهيج الأعصاب أو انضغاطها كالتهاب العصب الورقي، الداء المعوي الالتهابي مثل داء الكرون، الذئبة والتصلب المتعدد.